ميناء الفاو الكبير حلم العراقيين جميعا ومستقبل الأجيال القادمة. ورغم الصعوبات والتحديات التي مر بها البلد، لكن يستمر العمل من الشركة الكورية المنفذة لهذا المشروع العملاق. الميناء سيكون واحدا من أكبر الموانئ في العالم، لأنه قادر على استضافة البواخر العملاقة. المفروض كل العراقيين يحرصون عليه، لأن هذا مشروع الأجيال، هذا المشروع الاقتصادي المستقبلي للعراق. هذا المشروع إن شاء الله إذا أنجز في الفترة المحددة اللي هي 3 سنوات و6 أشهر راح يكون من الموانئ اللي العاشرة في العالم، وأيضا هنا هو يعتبر من أكبر كواسر الأمواج به اللي هو دخل موسوعة جينيس، وأيضا هنالك راح يكون يعني مورد ونقطة ربط بين الشرق والغرب، لأنه يعتبر هو النقطة الأخيرة في الخليج العربي. وزارة النقل أكدت أن الأعمال بمشاريع ميناء الفاو تجري بصورة سريعة، ونسب الإنجاز فيها متقدمة فوق المخطط لها. أما الطريق الذي يربط ميناء الفاو بموانئ أم قصر عبر قناة خور الزبير بطول 62 كيلومترا يستمر فيه العمل وفق المواصفات المطلوبة. هو مشروع القناة الجافة اللي يمتد طوله 63 كيلو وبعرض 45 متر. بالتأكيد هذا يمثل شريان الميناء. هذا المشروع يمتد إلى مسافة 51 كيلو ما قبل النفق المغمور وما بعد النفق المغمور بحوالي 15 كيلو متر. احنا الآن على الطريق الذي يربط بناء الفاو الكبير بميناء أم قصر عبر قناة خور الزبير أو عبر نفق قناة خور الزبير، يوصل إلى الطريق الواصل بين أم قصر وصفوان وبطول 62 كيلومتر تقريبا، وأحد المشاريع الخمسة اللي تم توقيع العقد ماله في نهاية 2020 وتمت المباشرة الفعلية، والعمل مستمر جاري في الطبقة الأولى وحسب ما مخطط له بجد وتقدم العمل. وتأتي هذه الزيارات الميدانية المتكررة والدعم اللامتناهي من قبل المعنيين لمشاريع ميناء الفاو نظرا لما يمثله هذا المشروع العملاق من أهمية اقتصادية كبرى للبلد. لقناة التغيير يونس الرباعي، البصرة.